قد يقول قائل فضيلة الشيخ إنه لا يمنعه من حفظ القرآن الكريم إلا أن يخشى نسيانه، فما القول في هذا؟ هذا تثبيط من الشيطان، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا لا أحفظ، لا أريد حفظ القرآن خشية أن أنساه، بل يحسن النية ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحفظ ما تيسر له من القرآن، إن تيسر أن يحفظه كله هذه نعمة عظيمة، وإلا يحفظ ما تيسر منه، فلا يفلس من القرآن، فلا يكون عنده حفظ منه. نعم. جزاك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن أو ما معنى كلامه صلى الله عليه وسلم إن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نعم.